هجيب بوله، هبدا ان انا اتبل احط التتبيله بتاعت الفراخ اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن زبادي وكل البهارات بقى الحلوه بتاعتنا دي. حط الكزبره والكمون والجرامسالة، هسيب بس الجنزبيل كده، هقوم مقلباه مع شويه الثوم دول. كل البهارات هقوم حطها كده على الزبادي اهو، وهبدا اقلب. حطيت الكزبره على الكمون على الشطه على البابريكا، كله كله، والبهارات بتاعت الجرامسالة كله على الزبادي بالشكل ده اهو، وهقلب. عايزه الزبادي تبقى كلها متقلبه مع التوابل، تمام بالشكل ده كده اهو، وهبدا احط الفراخ عليها. حط بقى الفراخ مقطعاها كده مكعبات، يفضل تبقى صدور، بلاش تستخدموا وراك في الوصفه دي. الوراك في الحاجات اللي بصوص بصراحه انا ما بحبهاش، لان هي بيبقى فيها دهون زياده، فمع الحاجات اللي بصوص ما بفضلهاش بصراحه. الصدور بتبقى لطيفه قوي مع الحاجات اللي بصوص، لان انا الصوص اوريدي بيطري عندي حته الفرخه، فخلاص يعني مش محتاجه ان انا يبقى حاجه فيها دهون. شويه الوراك بستخدمها في الحاجات اللي ممكن الفراخ تنشف معايا فيها، زي ايه؟ زي الكفته، زي البرجر، زي الحاجات المفرومه اللي انا بعملها، فبخاف ان الصدور تنشف في الحاجات دي، فبقوم مستخدمه وراك، تمام. لكن يفضل ان انا لو هعمل فراخ بصوص، اي صوص مع الفراخ اشتغل بالصدور، بيبقى افضل بالنسبه لي جدا. تعالوا بقى هحط شويه زيت كده بسيط، واحط الزبده بتاعتي. حطيت بس شويه بسيطه عشان الزبده عندي ما تحرقش، واحط شويه زبده كده حلوين، هي بتستوي في الزبده، فعايزه شويه زبده حلوين كده، تمام. هبدا اول حاجه هحط الثوم بالشكل ده، عندي الثوم مفروم كده. لو عندي جنزبيل فريش هحطه، ما عنديش هحط باودر، زي ما اتفقنا احنا يعني اللي موجود عندنا بيحل محل اللي احنا مش موجود، تمام. يبقى جنزبيل باودر ممكن احطه بدل الفريش، مفيش اي مشكله. انهي افضل؟ الفريش طبعا، في الوصفات معينه الفريش تبقى افضل، لكن تمام مش هنقف على حاجه يعني. هحط بصلايه كده مفرومه بالشكل ده، وهبدا اقلبها مع الثوم والجنزبيل والزبده اهو. انا عايزه كل ده كده يتقلب، الريحه فظيعه، الثوم مع الجنزبيل مع حتتين الزبده اللي احنا حطيناهم، الريحه فظيعه بجد. هنبدا بقى كده ايه، نقلب البصل والثوم والجنزبيل في شويه الزبده كده لحد ما شايفين لونهم بقى ذهبي حلو جدا. خلاص هبدا انزل بالفراخ اللي انا حطيتها في الزبادي، الزبادي المتبل بكل البهارات اللي احنا عندنا، الجرامسالة والملح والفلفل، ما حطيتش سوري ملح وفلفل افتكرت اهو، والبابريكا والكزبره والكمون وكل الكلام ده. هملح كده الفراخ اللي عندي، تمام. حطينا الزبادي وملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا وشطه وجرامسالة. لو ما عنديش جرامسالة حطوا اي بهار موجود عندكم، مفيش مشكله خالص، مش لازم نعمل الوصفه يعني بالظبط، عادي جدا ان احنا نغير فيها حاجات. بسمله صباح الفل، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. جميله. هو يعني طريقه عمل الفراخ كنتاكي هي كده دي؟ الايه يا حبيبتي؟ طريقه عمل الفراخ كنتاكي. اوكي، الفراخ المقرمشه؟ تمام. عايزه طريقه الفراخ المقرمشه؟ حاضر، عينيا. انا مستمعاكي قوي، قولي لي لو عايزه حاجه تانية. حاضر حاضر. نجوى؟ ايوه انا نجوى. نجوى صباح الفل، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اسمها عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير.
الحمد لله تمام الحمد لله. والله كنت جايبه قرنبيط، كنت عايزه اعمله قرنبيط البانيه، فقلت بس الطريقه، قولي لي بس على الطريقه بسرعه كده، والله بسوقه على النار. حاضر عينيا. هقول لك طيب على طريقه كده تبقى كريسبي بدقيق ذره. عندك دقيق ذره في البيت ولا لا؟ لا ما عنديش والله، خلاص. عندي العادي. طب خلاص هقول لك الطريقه الثانيه. عايزاه كريسبي بالبقسماط ولا بالدقيق والبيض الخلطه بتاعت القرنبيط بتاعتنا؟ اه انا عايزاه القرنبيط بتاع الدقيق بتاع العادي. تمام حاضر. هي بتعمل طعميه لذيذ زي كده ده. حاضر حاضر يا حبيبتي حاضر. بصي هتجيبي اربع بيضات عليهم كوبايه لبن، هتلاقيهم هقول لك الطريقه. تسلمي حبيبتي صباحك زي الفل. هقول لك تحطي كوبايه لبن على اربع بيضات وعلى ملح وفلفل وبابريكا، بهاراتك بقى يعني، بهاري الخلطه باي بهار موجود عندك، توم باودر تمام، بصل باودر، انا بحب يعني الخلطه دي تبقى مبهره، بابريكا، شويه كمون، ملح، فلفل اسود، الكلام ده كله على الاربع بيضات والكوبايه اللبن، هقلبهم مع بعض كويس جدا واحط عليهم كوبايه دقيق. خلاص هرب كل الكلام ده مع بعض كده، هقلبه كويس جدا لحد ما يبقى القوام بتاعي ولا سايح ميه ولا يعني ماسك مجمد تماما على القرنبيط. انا عايزه لما اسلق القرنبيط واغطسها في الخليط ده يبقى ماسك عليها بس ما يبقاش مكلكع، تمام؟ فدي نقطه مهمه. طب لو انا لقيته مكلكع هخففه بشويه لبن او هخففه بشويه ميه، لو لقيته سايب هزود شويه دقيق، وهكذا يعني. اظبطي الخلطه بتاعتك بالدقيق او اللبن، تمام كده؟ طيب بعد كده هتقومي سلقه القرنبيط، طبعا مقطعاه كده وردات بالحجم اللي انت حباها، بس طبعا الطريقه دي ما بتبقاش عايزه صغير قوي، وبتسلقي القرنبيط ميه مغليه، بتحطي فيها شويه ملح وشويه كمون، وبتقومي سلقه القرنبيط بعد كده مصفيه. بعد ما تصفيه تبداي تحطي في الخلطه دي على الزيت على طول، تمام؟ طيب لو انا عايزه اعمل حاجه مختلفه شويه، اعمله زي الاقراص كده او كاني باكل قطعه بانيه، ممكن تفرمي القرنبيط اللي انت سلقتيه ده، افرميه كله في الكبه يبقى مفروم خالص، وتحطيه على الخلطه اللي انت عملتيها بتاعت البيض واللبن والبهارات والكلام ده كله والدقيق. خلاص حطي عليها فلفل متقطع، فلفل مفروم، شويه طماطم مفرومه، اي حاجه انت حابه تحطيها، بصل اخضر، الكلام ده كله. وبعدين تقومي مقلبه كل الخلطه وعاملاها زي العجه في الزيت، يعني مسخنه زيت، وتحطي كده بالمعلقه او تحطي بمغرفه. هو طبعا اول ما هينزل البيض باللبن بالدقيق الكلام ده كله هيمسك معاكي القرنبيط، وتقومي مقلباهم كده يبقى زي الاقراص. عندك الطريقه دي والطريقه دي، في طرق طبعا كتيره جدا بس دول يعني ايه، جربيهم هيعجبوكي جدا. انا دلوقتي بصوا حطيت شويه الزبده، حطيت عليهم الثوم والجنزبيل، بعد كده نزلت بالبصلايه المفرومه، بعد كده نزلت بالفلفل اللي انا بالفراخ اللي انا متبليها بالزبادي وكمون وكزبره وبابريكا وشطه وملح وفلفل والجراماسالا البهارات، كل ده قلبته مع بعض ونزلته على البصل والثوم والجنزبيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى احط بقيه الحاجه، هحط الطماطمايه اللي انا عاملاها بيوريه او ممكن تبقوا بشرينها، واحط كمان الصلصه، تمام؟ وهبدا احط عليهم ميه مغليه اهو، هفكهم كده بميه مغليه واسيبهم يستووا كده على النار. اخر حاجه هحط الكريمه في الاخر، او لو انا ما عنديش كريمه زي ما قلت لكم هحط شويه لبن كده ايه اهو على الخلطه. كل الكلام ده كده هقلبه بالشكل ده، وهسيب الفراخ تستوي كده، تغلي غلوتين تلاتة تستوي. طبعا مش تاخد وقت خالص لان هي يعني الموضوع مش الفراخ متقطعة مكعبات، فالموضوع مش بياخد وقت خالص. هسيبها تغلي كده، شايفين الصوص تقيل شوية، هو ده اللي انا عايزاه. والكريمة في الاخر وانا بقدمها هحطها قبل ما اطفي النار. ما عنديش كريمة هستبدلها بشوية لبن وما عنديش اي مشكلة. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل برضو شوربة الطماطم، من أكتر الشوربات الحلوة جدا، بس اعملوها حلو يعني. شوربة الطماطم ساعات بيبقى ملهاش طعم وساعات بتعمل حلوة جدا، فتعالوا نشوف أحسن طريقة لشوربة الطماطم. يومين الجايين طبعا الشوربات والكلام ده كله يعني هي وقتها.